خمس طيب زين هسه الريفيو سريع حصير المهم ريفيو سريع حصير بريديتور تريز فلكسر كاربي رادياليس بالمارس لانجاس وفلكسر كاربي امنارس متخربطون بين هذا ارترين بين معو هالارتري وهذا فين بعدين راح نجي ناخذه زين يبقى شنو هاي الاير 1 الاير الثانيه راح تصير هاي اللي هي فلكسر ديجيتال سوبرفيشاليس اللي بها الاير الثانيه بها عضله واحده فلكسر ديجيتال بروفندس وجوها راح تصير اللي هي فلكسر بوليسز لونكس بروفندس راح تصير شايني اي هاي وياها وياها تكملتها هي الشايني زين لا اسحب زين هسه خلصنا المسارات اللي هنا موجوده زين اللي شو اسمه اللي خلصنا المسلز الموجوده هنا نجي هسه راح نجي على الارتريات والفينات سوري النرفات البراكيا هذا هنا شو يسموه بريك الارت اللي هو نفس الاكسلري ارتري ولا ما يعبر الترز ميجر زين البرايكيال ارتري من راح يعبر الكيوبيدال فوسا راح يطي دقيقه اكو هنا قلنا فاريشن بالجثه بانه هي المفروض من البرايكيال ارتري يتفرع فرعين يطي واحد راديال ارتري اللي هو هذا والثاني النر المفروض النر يطي كومن انتروسيس ارتري اللي هو يطي بوستيريور انتيريور انتروسيس ارتريز زين لا ماشي دقيقة فهنا اكو فاريشن راح يصير هذا البوستيريور انتروسيس ارتري تبعوا هذا بوستيريور انتروسيس ارتري هذا حيصير الالنر ارتري الكبير وهذا حيصير انتيريور انتروسيس ارتري الانتيريور انتروسيس ارتري راح يمشي على الانتروسيس ممبرين الانتروسيس ممبرين اللي هو هذا فتشي مثل فيشيا بين الالنر والراديوس هذا فتشي الابيض مثل فيشيا زين زين دقيقة زين عيد البداية المفروض من الالنر يطي الالنر يطي فرع اسمه كومن 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 انتروسيس ارتري الكومن راح تبوستيرير وانتيرير انتروسيس هنا قلنا اكو فاريشن بالجثة حيصير هذا البوستيرير انتروسيس ارتري اول واحد هو قال يفوت ديب هو المفروض يثقب السبينيتر بس هو قال يفوت ديب زين خلينا يفوت ديب بس هو مبين هذا حتى تحفظوه كشكل اللي هو بوستيرير انتروسيس ارتري زين هذا النر ارتري راح يصير وهذا راح يصير انتيرير انتروسيس ارتري راح يمشي على الانتروسيس ممبرين اللي بين النر والراديوس النر والراديوس هسه هو راح يوصل له هسه هذني راحت لقدام يبقى بس واحد اللي هو راجع لي ورا هذا مهم ركزوا عليه الراديال ريكرنت ارتري راديال ريكرنت يعني راجع راديال ريكرنت ارتري هسه لو اجي افرجكم اياه اقول لكم هذا منو انتيريور انتروسيس ارتري مو اذا افتر الشكل راسه تخربطون وهذا بعد الالنر ارتري وهذا راح يصير البوستيرير انتروسيس ارتري بعدين رجعناهم شفتكم اياهم منها واحد اثنين ثلاثه وهذا الراجع اللي هو راديال ريكرنت ارتري هم من الالنر هم من الراديال راديال راديال ريكرنت ارتري هو اسمه راديال يعني ارتري راجع من الراديال زين هذا الالنر تذكروا جبنا راح نكمله منه هذا الالنر تكمله هذا هذا من هنا حيصير الالنر ارتري زين النر ارتري النر ارتري زين الارتريات على ما اعتقد خلصت بعدين نوصل للبام راح نجي على النيرفات النيرفات اول شيء هذا تذكروا من هو الميديان نيرف اللي تغطي هاي المصر اللي هي برونيتور تريز زين راح نجي الميديان نيرف اكو فد اشكال يصير بي ويا البالمارس لانجس هذا الميديان نيرف هاي بالمارس لانجس زين تتبعون شكل الميديان نيرف شلونه على ابيض وهذا تندن بين مال بالمارس لانجس اذا جاب لكم اياه سبوت
إذا تدون تتبعوه بس مرات إذا يغطي لكم هاي المنطقة فتبعوه بس هيجي. خلينا نقول أكثر لاترال راح يصير الميديان، خلينا نقول هيك يعني جزء مو معلومة مضبوطة. هذا باعوا انتم من شكل همين، هذا تندن وهذا ميديان نيرف. زين هسه ميديان نيرف هذا شفناه وين دقيقة، هذا ميديان نيرف هذا شفناه من هنا، شوف لكم اياه من جوا ثلاث خربطون، هذا نفس الميديان نيرف. شوف شوية لا 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 هاي هاي العضلة هاي تكسر ديجيتورم سوبرفيشاليس، شفتوا ولا لا؟ هذا باعه بس هذا ميديا النار، شفتوا ولا لا؟ هذا ميديا النار. هذا ميديا النار طلع هي منا الميديا النار، هو شفت المياه قبل ثانيه شفت المياه، هذا اذا تدري شوفي هذا ميديا النار، ميديا النار وطلعت لكم اياها هنا قبل دقيقه، هذا الميديا النار اللي خربط ويا البالمارس لونجس. زين هسه راح نجي على الراديال نير. ها الميديا النار يعطي فرع واحد اللي هو حيصير انتيرير انتروسيس نير، اللي هو يمشي على الانتيرير سوري انتروسيس من انتروسيس من اللي هو هسه شوفكم اياها يعني هذا الميديا نيرف راح يعطي انتيرير انتروسيس نيرف.